يسرني جدا اليوم أن نفتتح السنة الثالثة من عمر الجبهة السيادية من أجل لبنان لضمت مثل ما تفضل رئيس كميل مسلمين ومسيحيين لنقول نحن موحدين لبناء وطن بيشبهنا ما بيشبه الآخر، لا يكون حقل إرهابي ولا مصنع كبتاغون نهائيا. نحن اليوم بدنا وطن بيشبه أمين معلوف، بيشبه نجاح سلام، بيشبه فيروز، بيشبه الدكتور يوسف أمير، بيشبه الدكتور فيليب سالم. هذا الوطن اللي احنا بنسعى له حي الأمانة. بعدين ما يفتكر الآخر أنه والله هلأ بلشت كرامتنا مع مقاومته. كرامتنا منذ التاريخ عنا كرامة وعنا سيادة وعنا رأس مرفوع كله سوى الحي الأمانة. مش أول معركة منخوضها سوا، أسست الجبهة قبل الانتخابات النيابية وكنا فعلا عم نتوحد مسلمين ومسيحيين، خضنا المعركة الانتخابية بكل اعتزاز وتحت الشمس ما خبينا حالنا الحقيقة، وخاصة في دائرة طرابلس خضناها مع القوات اللبنانية وأثبتنا أنه الأصوات السنية اللي نالها مرشح القوات اللبنانية أكثر من الأصوات المسيحية. لنقول نحن حكما إطارنا الوطني هو فعلا يغلب كل إذا بدكم التشويهات وكل الافتراءات بهالمعنى هذا الحقيقة. نحن فعلا بكل اعتزاز بنقول ايدنا ممدوده لكل وطني لكل سيادي وين ما كان تماما. هون حكي اذا بتسمح لي وجه تحيه خاصه للدكتور علي خليفه من المعارضه الشيعيه، مش اول مره بلتقى انا وياك، لقيت فيك قبل هلا للامانه وبقول لك خطابك مثل خطابنا ونحن ايدنا بايدك. من طرابلس بوجه لك تحيه لسور ولصيدا ولاقصى الجنوب، لنقول لك نحن هذا الوطن نهائي لنا، هذا الوطن نحن فوق الطوائف فوق المناطق فوق المذهبيات كلها سوى الحياة. أثبت طرابلس أنه كانت عروسة الثورة بثورة 2019، نعم جاها من الجنوب جاها من كل المناطق تماما، مع العلم أنه كان فريق الآخر يحاول أن يشيطن كل خصم له مبدئيا وكان عنده روشتات جاهزة. السني هو داعشي، المسيحي عميل إسرائيلي، الشيعي الحر هو شيعي السفرات. برأيي هذا سقط هذا المنطق تماما. نحن وطنيين، أنا ضابط في الجمهورية اللبنانية هو جندي جيش بجيش الولي الفقيه، إذا هو جندي صغير أنا كنت ضابط كبير بالجمهورية اللبنانية اللي ستصبح إن شاء الله قريبا أكبر من جمهوريته مهما كلف الأمر. نحن مستمرين إذا الله راد إيدنا بإيدكم وملكم فعلا. إذا بدكم انصهارنا الوطني وتعدديتنا قيمة مضافة للوطن الحقيقة. في كتير دول مساحات أكبر وعدد السكان أكبر، اللي بيعطي نكهة خاصة هو هذا التنوع والتفاعل الإيجابي بين مكونات هذا الوطن الحقيقة. واهم من يعتقد بوطن تعددي أنه أن يستطيع مكون مين ما كان يكون قد ما كان معه سلاح أنه في يأخذ الآخرين على الأقل ثلاث مكونات أخرى لمحلات مش مقتنعين انه لازم يربوا اولادهم فيه ولا مقتنعين انه فعلا هذا مصير اولادهم نهائيا الحقيقه. وانا برايي فيني لكم من خلفيتي الامنيه التغيير بدا حتى بالبيئه اللي هي مش قول الشيعي، هذا مشروع ايراني مش مشروع شيعي للامانه، بالبيئه اللي هو فعلا ضمن دائرته يعني المباشره الحقيقه. نحن حكما نرصد البيئات لتشوف فعلا قديش واقع الحقيقه. فيني لكم دولاب برم وصرنا بالمنحة الثاني، اصواتنا العاليه عم تعطي امل للناس، اصوات المتفائله عم تعطي امل للناس، تفاؤلنا واقعي منه وهمي نهائيا يا اخوان الحقيقه. برجع بقول انا مش جاي من تنظير، جاي من واقع ميداني من واقع ارضي لكم. فعلا الدائره برمت مبدئيا وان شاء الله قريبا بيكون عندنا راي جمهوريه سيادي ويسجل بالتاريخ أول انكسار للمشروع. الآخر هو توحدنا، وقت اللي بلشنا نائب هون ونائب هون صرنا على الأقل عندنا 31 نائب يوقعوا كل إذا بتكون المواقف سوية. إذا انطلقت من نواب متفرقين إلى نواب صلبة 31 نائب بتجير مع 15 نائب حسب الموقف مبدئيا، وإن للآخر هذا الوطن منه مستباح لك وقوتك لا تكهرنا ولا بتخوفنا نهائيا. بقوله استجلبت أنت أو استحضرت مشروع دولة الحشاشين لزاساسان، اليوم كانوا يقتلوا كل أخصامهم بعنف بشراسة اللي يرعبون مبدئيا، وآخر شيء شاف الجزء الأول من هالصورة هاي ما شاف الجزء الثاني كيف سحقت دولة الحشاشين. نعم سنسحق الفريق الآخر، لنقول هذا الوطن نحن بنقرر مصيره ونحن بنبني وطن بيشبهنا مش بيشبه الآخر نهائيا. شكرا لكم، ما حضي طيل أكثر.